شاء الله. طيب دكتور، الأشخاص اللي مو مفترض منهم أنهم يأخذون اللقاح، في ناس معينين يعني مسموح لهم أنهم ما يأخذون اللقاح، وفي عندنا يعني سؤال ثاني، شخص في مثلا صرع ويأخذ كورتيزون، هل ممكن يأخذ اللقاح ولا لا؟ عادي جدا. شوفي القاعدة، خلنا أقول لكم أنا القاعدة، أن كل واحد يقدر يأخذ، حلو، إلا إذا هو أثبت أنه ما يقدر يأخذ. نعم. الشخص الوحيد اللي ما يقدر يأخذ لأنه ممكن يضره، اللي عنده حساسية من مكونات اللقاح، وهذيلا ناس نادرين. يعني في الدراسات، في دراسة طلعت قبل 3-4 أسابيع بيّنت أن نسبتهم 2 إلى 3 بالمليون. نعم. من دراسات واقعية، فالعدد قليل. الآن في ناس نقول لهم أخذوا بعدين، ليش؟ لأن مناعته ضعيفة، مسوي زراعة كلى، ما أخذ دواء مناعي قوي ينزل مناعة، فهذا راح يأخذ اللقاح ما راح يضره، لكن هو يمكن ما يستفيد، فإحنا إيش حقه نخليه يدخل في المتاهة هذه؟ واللي مناعته حيل ضعيفة، يعني مثل مرضى اللوبس اليوم مناعتهم جدا ضعيفة، هل تأيد لهم يأخذون هذا التطعيم ولا لا؟ طبعا مرضى اللوبس أنواع. نعم. اللوبس في درجات. صحيح. اللوبس عموما يأخذون. نعم. شريحة فقط منهم نأجل شوية، اللي هم يأخذون دواء اسمه ريتوكسيماب، لأن هذا ينزل مناعة حيل، فما راح يستفيدون من اللقاح. نعم. فنقول لهم ما تأخذونه الحين، تأخذونه بعد 5 شهور من الجرعة اللي خذيتوها، فهي قبل جرعة الريتوكسيماب القادمة بشهر يأخذون جرعة اللقاح. نعم. لكن اللوبس عادة اللي هم الذئبة الحمراء اللي عندهم عادي يأخذونها ولا يضرهم، بالعكس الأغلبية يستفيدون منه إن شاء الله. نعم. صحيح.